ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا مش مصدقه ان انا قاعده بصور، انتوا مش متخيلين الخطوه دي. انا ما كنتش عارفه اعملها الفتره اللي فاتت ازاي. انا دايما ببقى عايزه اطلع لكم كده وانا في احسن حالاتي بقى، وافضل دايما بالنسبه لكم بقى ايقونه كده للطاقه الايجابيه وللنظافه ولكل حاجه حلوه، بس انا حقيقي ما كنتش قادره اخد الخطوه دي الفتره اللي فاتت خالص. هقول لكم على كل حاجه دلوقتي، بس اول حاجه تعملوها تجيبوا حاجه تشربوها عشان القعده هتطول. والبنات انا بس عايزه اقول لكم ان الحمد لله كويسه وانا بخير وبطمنكم عليا، عايزاكم تطمنوني عليكم تحت في التعليقات وتاخدوا بعضكم وتتوكلوا على الله، لان الفيديو ده بجد مش هينفع يكون معايا غير الستات بقى والمتزوجات، لان هم اكتر ناس هيحسوا بالكلام اللي انا هقوله دلوقتي. لكن الفيديو ده مليان طاقه سلبيه، يعني المكتئب ما يكملش معانا الفيديو للاخر. المهم خلينا ندخل في الموضوع عشان انا مش عايزه اطول عليكم، لاني بالفعل هطول، يعني الكلام هيجيب بعض انتوا عارفين. الفترة اللي فاتت انا كنت كلمتكم ان انا تعبت شوية، كان عندي حاجات مختلفة. بص، هو كان اشهر الاعراض اللي باين عليا ان انا كنت مثلا ممكن اقف نص ساعة او ساعة في المطبخ، اللي هو بنضف بطبخ بعمل اكلة بعمل اي حاجة، بلاقي ايدي دي ورمت بقت قد كده، الايد الواحدة بقت قد كده ونملت بقى، انا خلاص مش عارفة امسك حاجة بايديا، ورجلي دي زي رجل الفيل، يعني عارفين بتنفخ تتنفخ، بحس ان هم خلاص هينفجروا من كتر ما انا معرفش مورمين كده بطريقة غريبة، فما كنتش حتى بقدر اقف على رجلي. انتوا متخيلين؟ يعني من اقل وقفة كان بيحصل كده، وحتى لو قاعدة ورافعة رجلي لفوق برضو مفيش، فكان حاجة غريبة. ولما وصلت بقى ليفل ان انا مش عارفة امسك الحاجة من كتر ما ايدي منملة وورمة، كان لازم بقى وقتها اروح عند الدكتور. يعني غير ان انا كنت طول الوقت، عارفين لما تبقوا صاحيين من النوم حد مثبتكوا كده في السرير، حاطط مثلا يعني طوبة عليكوا كده فثابتين في السرير، وكان عندي احتقان 24 ساعة. طلع فيما بعد لما رحت بقى الدكتور انف واذن وبتاع، طلع حاجة اسمها ارتجاع في المريء، فهو مش احتقان، فانا كنت ممكن مثلا اشرب 15 مشروب سخن في اليوم وما يجيبش معايا نتيجة، ان هو مش احتقان اصلا عشان المشروبات الدافية مثلا تهديه او كده. المهم يعني رحت بقى، اول حاجه كمان ما كنتش بخس بقى لي سنتين من ساعه ما ولدت سولي، كان في كام حاجه كده ايه مكلكعه. اول حاجه عملتها ان رحت عند دكتور الدايت، ودي كان اول مره في حياتي اصلا اروح عند دكتور الدايت، وقلت لها عندي 1 2 3، فانا عايزه اول حاجه منك ان انت تعملي لي تحاليل وتشوفي هل ده طبيعي ولا لا، عشان ايه ما نفضلش نحرق على الفاضي وابقى بحاول ان انا اخس وكده وانا اصلا عندي مشاكل تانية ممكن تكون منعاني ان انا اخس. فقالت لي لا بصي، هو ده مش تخصصي وكده، بس انت يعني احنا ممكن نجرب نخس، وفي حالات بيبقى عندها مثلا بعض الاعراض او بعض الامراض لما وزنها بيقل بتبتدي ان هي الاعراض دي تختفي مع الوقت، ومش هتحسي بالتقل اللي انت حاسه بيه وبتاع وكده. المهم وانا مروحه في الطريق كلمت بقى قلت له حصل كذا كذا، قال لا ما احنا مش هنستنى بقى نجرب، انت بقالك فتره تعبانه، نشوف لما تخسي هل فعلا الاعراض دي هتختفي ولا لا، روحي لدكتور تاني. فرحت فعلا دكتور بطنه، اول حاجه طلبها طبعا تحاليل، هي التحاليل هي اللي بتحدد انت عندك ايه بالظبط. المهم بقى خدوا بقى عندكم، طلع عندي حاجات كتير. بصوا هو كل عندي ده ممكن يكون عند ناس كتير جدا مش مؤثر عليها، بس في ناس لما بيجي لها حاجه بتاثر عليها قوي، فانا كنت من النوع اللي مأثر عليا قوي، يعني نقص فيتامين د ده عند معظم الناس تقريبا. يعني انا بقى كان مأثر عليا قوي، يعني كان مخليني طول الوقت كده في حاله خمول وهمود، ويعني انا كنت بطلع لكم دايسه على نفسي وجايه على نفسي قوي عشان اعرف اصور، اصلا ما كانش عندي طاقه خالص خالص. يعني طلع عندي النقرس مش عارفه ازاي، رغم ان احنا بناكل اللحمه دي من العيد للعيد مثلا، يعني نادرا لما باكل لحمه اصلا، طلع عندي نقرس، طلع عندي زياده في الكوليسترول، طلع عندي اللي هو ارتجاع المريء ده، طلع عندي نقص فيتامين د، وطلع عندي مقاومه انسولين بنسبة بسيطة، بس طلع عندي مقاومة انسولين، وطلع ان انا جالي كورونا من قريب. انا كنت فاكره ان هي جات لي مره واحده بقى في شهر واحد وخلاص بالسلام، بقت شفافه بقى من وقتها، ولا شم ولا تذوق، ويعني كان الموضوع صعب وكنت فاكره انه خلاص. ففي تحاليل الدم قال لي لا ده واضح ان هي جات لك لسه تاني من قريب. يعني طبعا لما بتيجي بقى تاني مره خلاص بيبقى الواحد بقى ايه، خلاص بقى خبره بقى وخد على الموضوع، فما كانتش جديده زي اول مره، فانا كنت فاكره ان هو دور برد عادي يعني مش كورونا. فطلع ان انا جالي كورونا من قريب، فاداني بقى كميه ادويه فظيعه، وكنت بدات قعدت في الحوار ده اسبوعين. بعديها انا ايه، انا اصلا البريد عندي مش منتظمه اصلا، يعني يعني مره تيجي متاخره او مره تيجي بدري، حاجات كده يعني مش منتظمه خالص. فانا بقعد اخدها انا ووليد بضحك انه ايه هات اختبار حمل وبتاع ونشوف اتاخرت ليه وكده، ونبقى حاطين ايدينا على قلبنا والكلام ده. فانا في الوقت ده البريد اتاخرت قوي، فانتوا عارفين اللي هو اعراض الحمل في البدايه زي مثلا البريد المتاخر عندك انت، جسمك وارم ومنفخ ونفسك مسدود وحاجات كده يعني كتير. فالمهم احنا كنا بننزل كل يوم، يا اما بنلعب رياضه يا اما بنتمشى او نجري ساعه. كنت باخد العيال على اللي هي العجله دي، انا جايبه لهم اللي هي بتاعه التوينز، وكان وليد بقى مشجعني قوي وقال لي يلا ونخس سوا بتاع، فكنا بننزل كل يوم. ففي اليوم ده نزلنا،
وقعدنا نتمشى الساعه بتاعتنا مشي سريع وكده. وبعدين احنا مروحين قلت له خش الصيدليه هات لي ديودرنت اصلا. المهم دخل ما لقاهوش. ففي صيدليه كده فتحت عندنا كام عماره كده جنبنا فتحت جديده كبيره برده. فاحنا بقى يعني ماشيين خلاص مروحين على البيت. كان بابا خلص صلاه العشاء كان عندي في اليومين دول وخلاص كلنا بقى طالعين على البيت وكده. فقلت له طب خش اسال لي كده في الصيدليه دي من هي جديده يمكن تلاقيه وكده. فراح دخل لقيته طالع باختبار حمل في الكيس بتاع الصيدليه. الحاجه صقر بقى معانا وحط ايه اللي انت جايبه ده في ايه؟ قال لي ما لقيتش الديودرنت. امال انت جايب ايه؟ خلاص يا بابا في ايه. المهم رحنا طلعنا على البيت وانا اخدت الكيس كده ورحت حطيته جنب البوتاجاز. وعدى اليوم تاني يوم الصبح بقى عارفين اللي هو داخله بقى كده رحت دخلت الحمام وقفلت الباب بعدين رحت فتحته تاني. لو عارفين لمحت كده الاختبار بتاع الحمام بعدين رحت رجعت له تاني اخدته. قلت ايه لما اعمله انا لسه بقى على الصبح بدري وكده فلما اعمله. انا كل ده لسه قلت لكم شيء اصلا انا حامل يا جماعه باركولي. المهم رحت عملت اما ببلش بقي فوله ابدا ما بعرفش اعمل سسبنس كده بعرفش لازم احكي لكم كل حاجه. المهم عملت الاختبار وانا كنت لسه عيني بجد عارفين لسه طشاش كده مش شايفه مش مركزه ولسه صاحي من النوم. فعملته فلقيت الخط الاولاني طلع والخط التاني ملحقه كده على طول. ايه ده انا بحلم انا وعماله بقى عارفين ادعك في عيني كده انا الكلام ده بيحصل بجد انا فعلا حامل ولا ايه ولا ده هزار ولا في ايه. المهم رحت اتوضيت وطلعت صليت. انا قلت كلمه المهم دي اكتر من 33 مره لحد دلوقتي عدوا بقى لحد اخر الفيديو انا هقول كم مره. المهم اتوضيت وصليت ودخلت بقى على وليد نفس الدخله اللي انا مثلتها لكم في الفيديو بتاع اول امبارح بتاعت جوازنا ده. رحت دخلت عليه اصحى رزعت الباب كده اصحى انا حامل. حامل ازاي انا حامل اصحى في ايه في ايه على الصبح انا حامل مفيش مش مستوعب اصلا. بس بقى سيبتي لي اعصاب يا حبيبي اهو انا حامل الشرطين الشرطتين دول يعني انا حامل. وعماله بقى اجيب له الكتالوج اهو اهو ده كده شرطتين يعني كده انا حامل وهو مش مصدق نفسه. بس بقى ما تهزريش بقى في ايه بقى وهو اللي جايب لي الاختبار بايده يعني. املي اصحى الاختبار ده من ابو كام؟ قال لي ب 10 جنيه. قلت له انزل هات لي من ابو الغالي على فكره ده اكيد مخشوش ده مضروب. قلت له انزل حالا فورا تجيب لي اختبار تاني على الصبح كده اخش له من الصيدليه زي ماليش دعوه انزل هات لي اختبار فورا لازم اعمل اختبار تاني. نزل بقى بعماصه بشورته بشعره الهايش كل حاجه وجاب لي اختبار تاني في ثانيه. عايز اقول لكم في ثانيه انا ما لحقتش اقفل الباب لقيته بيخبط راح جاب لي اختبار تاني من ابو 70 جنيه باين ولا 60 جنيه. رحت دخلت عملت الاختبار التاني وبرده حامل. فورا هننزل على معمل التحاليل حالا. وهستريت بقى ضحك ضحك بالله شيء يقول لي ازيك عامله ايه اضحك هستيريا. المهم نزلنا قلت له شوف لي اقرب معمل تحاليل هنا يلا. نزلنا ورحت عملت التحاليل طلبت التحليل وكده قالوا لي اللي هو بتاع اختبار الحمل هيطلع في وقتها دلوقتي والاختبار الرقمي بيقول لك انت حامل في قد ايه بس ده بيطلع بالليل. قلت له اعمل الاثنين يلا محدش اخد منها حاجه. عملوا لي التحليل ومشينا قالوا ربع ساعه هو هنبعت لكم النتيجه على الواتس. فنزلنا بقى بقول لك ايه انا عايزه بقى سندوتش طعميه كده ونقطع عليه طماطم وفي العيش الفينو ده فطاري النهارده. رايق خلاص بقى ولا دايت بقى انا حامل بقى وقفت بقى كل الادويه وبتاع في يومها على طول كده. فده نجيب الطعميه وكده عقبال ما النتيجه تطلع. المهم بعتوا لنا النتيجه على الواتساب ففي حاجه مكتوب عليها بوزيتيف وحاجه تانية مكتوب عليها نيجاتيف. فاحنا مش عارف ايوه يعني انا حامل ولا مش حامل ولا دي تهيؤات ولا ايه بالظبط. فراح وليد متصل بيهم فقال لهم حضرتك في حاجه مكتوب عليها انه ايجابي في حاجه سلبي فده ايه؟ فقالت له معناها ان حامل يا فندم يعني هي حامل. ايوه حامل يا فندم. وبعدين راحوا ردوا علينا بعدها على الواتساب ما كانوش عاملين يردوا عاملين نقول لهم دي معناها ايه مش بيردوا. راحوا ردوا بعد ما احنا اتصلنا بيهم حامل خلاص يا جماعه حامل خلاص بقى. في اليوم ده انا قابلت كم من الناس اعرفهم وعايز ان انا اقول لهم ان انا حامل كده من اول يوم مش طبيعيه. واول واحده طبعا قلت لها اختي على الواتساب لان انا كنت حلمت بيها قبليها بكام يوم بقول لها ده انا حلمت هي اصلا لسه والده ما شاء الله براء ما بقالهوش كام شهر. فقلت لها ده انا حلمت بيكي ان انت حامل وان انت ولدتي وجبتي ولد اسمه خالد. فبعد كده فبعت لها على الواتس اللي هو الاختبار بتاع الحمل وكده وبقول لها ده انا شكلي انا اللي هجيب خالد. لا 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 يا ام خالد وبتاع قعدنا نضحك. المهم قابلت في اليوم
اليوم ده كم من ناس مش طبيعي واقول لهم. واحنا اصلا مخضوضين، ووليد بقى كان باين عليه الخض قوي، يعني وليد مصدوم قوي. هو عارف ان انا بحب العيال الكتير وكل حاجه، بس يعني عارفين انا ما بعتبرش اي حاجه غلطه، انا بعتبره رزق، بعتبره سبب في حكمه ورا انه يعني يحصل حمل في الوقت ده مش متخطط له كده، يعني انا بعتبرها كده، مش بعتبرها اللي هو العيل اللي جه غلطه وكده. من كتر ما اكشنات الناس اللي احنا قابلناها في اليوم ده مصدومه وصدمنا معاهم، واللي هو ليه كان يعني كاننا عاملين عامله بجد يعني مش تمام. انا كنا حاجزين عند دكتور النساء يوم، قلت له احجز لي بقى عند الدكتور وبتاع ونروح، فكنا حاجزين بس كان دورنا متاخر قوي على الساعه 9 او 10 بالليل. انا لما رحت للدكتور وقلت له انا كنت تعبانه 1 2 3 وانا دلوقتي مش عارفه ادخل حمل وانا يعني بالصحه دي، وبعدين انا اكتشفت الصبح ان انا حامل، راح لقيته بيقول لي مبروك. عارفين اللي هو ضباب كده بقى، ايوه هي دي الكلمه المفروض تتقال لي على فكره، مبروك. المفروض الناس تفرح لي ان انا حامل ويقولوا لي مبروك. هو ايه اللي حصل طول اليوم ده وايه الصدمات اللي احنا فيها دي؟ اللي هو كان اول حد بجد يقول لي مبروك، اللي هو انا كنت حاسه من كتر ما كل اللي حواليا ليه وسوري لسه صغير ومش عارفه ايه، كنت حاسه ان الدكتور هروح له هيقول لي ليه انت حامل ليه، يعني ما انت معاكي 2. حرفيا كنت حاسه ان الدكتور يقول لي كده. المهم دخلت عملت السونار، فقال لي بصي هو مش باين اي حاجه كده، تعالي بعد اسبوع هيكون باين. المهم كان وقتها بقى واحنا قاعدين مع الدكتور بعتوا لنا النتيجه على الواتساب انا حامل في قد ايه، فطلعت حامل من 5 ل6 اسابيع، فاللي اصلا كنت عدت الشهر الاولاني سوالا انا حاسه اساسا ولا انا دريانه. فقلت الدكتور يعني حضرتك متاكد ان انا حامل اصلا؟ يعني ولا غمامان نفس ولا ترجع ولا اي حاجه؟ راح قال له بص من بكره الصبح هتلاقيها بترجع. وقت من التاني انا عارفه انا اصلا حاملي، يعني كل واحده بتختلف من التانيه، انا حاملي من التاني للرابع هو ده الايه الذروه بتاعت الحمل. الاول ده مش محسوب، من التاني للرابع بهدلت السنين. مش الناس بقى اللي ايه 3 شهور الوحم وكده، انا بيبتدوا معايا من التاني للرابع. فعلا بقى يا جماعه انا بنهار. انا الحمد لله النهارده ان انا قدرت استجمع طاقتي وان انا اطلع اصور. انا اتبهدلت الفتره اللي فاتت ولازلت على فكره لسه في يعني يعتبر كده في نص التالت. بص كل ما يخلص شهر هتلاقوني بخلص الشهر بتاع الحمل، بعد بدايه كل شهر جديد انا ببتدي في الشهر الجديد. كميه تعب مش طبيعيه، ووليد من كتر التعب اللي انا فيه لو رجع بيك الزمن ويعني وعرفت ان انت كنت هتبقي عايزه تبقي حامل ايوه يعني تعبانه وكل حاجه ايوه، بس انا بحب العيال. بس لا 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 كان نفسي في 4 خلاص يا رب الحمد لله، يعني اللي جاي ده والحمد لله على كده. لا 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 يعني في العادي كان ممكن ارجع 2 3، انا برجع بالست 7 8 9 مرات في اليوم، ما بسكتش غير لما انزل اخد الحقنه، ولا ادويه ترجيع نافعه ولا بقسومات ولا تلج ولا اي حاجه في الدنيا. بق المي ولازم الاكله تتجاب من اول لقمه لاخر لقمه. بصوا مش متخيلين، انا وليد بيدخل عليا في بعض الايام بيقول لي انت وشك عامل كده ليه، انت وشك عامل زي افلام الرعب، اللي هو لوني ده هنا وشي ده لون وجسمي لون تاني. بيقول لي اللي هو يعني كان حد كان بيخنقك، انت زرقاء قدامي، زرقاء لونك ازرق. بنزل اخد الحقنه في الصيدليه انت مزرقه كده، مزرقه انا مزرقه. تمام يعني شكرا على فكره، بجد بشاعة. انا لو شويه الميك اب ده انتوا مش متخيلين انا بشرتي عامله ازاي، انا اصلا يعني بغسل وشي الحمد لله في الوضوء والحمد لله على كده، بس الترجيع ده يخلي عندي عارفين شكل النمش كده، دم بقى دم بشرتي كلها كده من انا الناس يعني العادي بيرتاحوا لما بيرجعوا، انا بتعب وجسمي بيسيب واعصابي وبطني الموضوع بشع. تعبت تعب يا ربي يا رب، واكتئاب بقى. خدوا بقى الهرمونات، بقى الهرمونات بقى اشتغلت ايه عالي قوي المره دي من بدري قوي، ومناخيري ما شاء الله بقت يعني في ايه يا جماعه لسه في الثالث. طب لما اوصل على 9 هيبقى شكلي عامل ازاي؟ وانا كمان اصلا في العادي كانوا عايز يقول لي خلاص بقى ويلا نجيب الثالث بقى ونخلص وكده، تقول لا لما اخس الاول، لان انا في العادي بدخل الحمل وانا مثلا 65 كيلو 63 بخرج على 80 85، انا اصلا داخله وانا 80 فانا هخرج على كام؟ فكان كل حاجه بقى مش مترتب لها وكده، وجاي بقى على بالي ايه خلاص انا هعتزل، انا هطلع اقول لهم يا جماعه الف شكر على كده انا هقدر اربي عيالي خلاص بقى. وجاي في دماغي بقى انا عايزه اقرا وعايزه افضل اجهز لهم الاكل، وبعدين طلع بقى زوزو دلوقتي في برايمري 1، فعايزه اقول لكم بقى كل اللي فات ده حماده، والسنه دي حماده تانية خالص، بص تفاصيل كتير
كتير، جبت كمية كتب مش طبيعية هبقول لكم عليها مثلا في فيديو مشتريات. كان المفروض فيديو مشتريات ده بقاله 3 اسابيع مثلا مجهزاه، وجايبة الحاجة مش عايز استخدمها غير لما افرجكم عليها الاول، والكتب برضو جبتها وقلت اكلمكم واقول لكم انا جبتهم بناء على ترشيحات مين. جهاز حاجات كتير كله اتبخر بقى، مش عايزه اعمل اي حاجه في حياتي، انا عايزه افضل قاعده كده. انزل بقى اشوف لك شغلانه تانية وثالثه مع اللي انت بتشتغله، انا مش هشتغل تاني، مش هعمل اي حاجه. مسيطر بقى عليا فكري كده اللي هو البيتوتي قوي، اللي هو يعني عايزه ابقى ست بيت قوي، عايزه ابقى قاعده مع العيال خلاص. يعني ثلاثه هروح بيهم فين؟ الثلاثه هصور ازاي؟ انا حياتي خلصت، انا حياتي وقفت، انا كده اتدمرت. انا عارفين انتوا الهرمونات ما بتعمل عمايلها معانا. وبعدين انا اكتر حاجه تعباني انه القرفه بتاعت الحمل العاديه انا عندي بقى بزياده. ليه بقى؟ لان انا سبحان الله حاسه الشم والتذوق بدات ترجع لي في خلال الشهور دي، بقى لي سنه ما فيش، بدات ترجع بقى خلال الشهور دي. فهي لما بترجع بتبقي شامه اصلا كل حاجه ريحتها وحشه، وبتبقي يعني شامه معظم الروائح بريحه واحده بس وحشه، وبتذوقي الاكل كل واحد. فانا اول ما الاكل يتحط قدامي تهب ريحته خلاص معدتي قلبت، خلاص باكل بلع 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 طبعا، لاني مش ضايقه حاجه اساسا. يعني هنت بسيط كده، ومعظم الفراخ تقولي لي بقى متحمره في الفرن، مقليه ليه الحاجات الكريسبي ومش عارفه ايه، كله بالنسبة لي طعم واحد مش طايقة. فدي فعلا يمكن اكتر حاجة تعباني انه القرفة مش عادية. فانا مقفولة من كل حاجة، مبطبخش، معظم اكلنا من الشارع طول الوقت، من كنت خلاص يعني مش قادرة خلاص، كرهت اكل الشارع. رغم ان انا كنت الفترة الاخيرة حبيت الطبخ وحبيت الكلام ده، ما بقتش قادرة استحمل الصلصة وهي بتتسبك، الفراخ وهي مبقتش مستحملة الروائح، فاللي هو اصلا يعني بطني بتقلب من قبل ما نقعد ناكل. فكرة بقى ان انا اقوم اطبخ دي بقت من ابشع الحاجات بالنسبة لي، فاللي هو ايامي كلها شبه بعض، انا مش عارفة انا في يوم ايه ولا بكرة ايه ولا هعمل ايه في حياتي ولا اي حاجة. وعلى الحال ده اهو بقالي اهو كده انا داخلة في يعني خلاص في نهاية الشهر التاني. بصوا يعني انا كل عايزاه منكم بجد ان انتوا تدعولي دعوات بقى مش طبيعيه. انتوا عارفين مخبيش عليكم حاجه ابدا، انا كنت عايزه اطلع لكم بجد زي كل مره وانا في احسن حالاتي بقى، واديكم طاقه ايجابيه والدنيا لسه فيها خير ولسه في امل. خالص مش متخيلين كم انا بص اي حد بيكلم بيجي له قرفه، بيكتئب في حياته وفي عيشته، بيكره الدنيا واللي فيها، وهم مقدرين ده بس يعني غصب عني كل كلامي بقى سلبي وبس. انا خلاص مبقتش نافعه، انا خدت ايه يعني من المجال، خدت ايه من اللي عملته، انا اقعد لعيالي واربيهم. بالمناسبه عمالين يقولوا لي التعب اللي هو قوي 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 ده بيبقى ولد، انا رغم اني يعني كنت في سولي ما كانش التعب برضو شديد قوي كده، لا تعب بجد مش طبيعي، مش طايقه اي حاجه، مش طايقه اخد برشامه قد كده صغنطوطه مش قادره ابلعها، واللي باخده بقوم فالموضوع بشع. فالمهم كل يشوفني يقولي ونفسك رايح الحوادق عطو خاص سكريات، مبقتش اكل حته جاتو حته جاتو دوناتس اي حاجه خالص، كله حوادق حوادق. ففكروا معايا برضه يعني ادعوا لي، دي اول حاجه اهم حاجه، وبعدين تفكروا معايا في اسم ولد، لان احنا كنا يعني عاملين حسابنا بقى تبقى جميل. قلت مش مشكله يعني والله يعني كله خير بجد. حتى اما سالنا الدكتور عرف لنا كده واد ولا بنت، احنا بنموت قوي في الحاجات دي، بقى عندنا فضول قاتل ان احنا نعرف. فقال لي انتم عندكم ما شاء الله البنت والولد، مش انتوا اللي تسالوا السؤال ده، يعني عندنا الاثنين في ايا كان اللي جاي ايه خير طبعا ورزق يعني. فانا يعني حابه بنت وكل حاجه، بس لو جه ولد برده عادي. بس ما كناش عاملين حساب اسم الولد، كنا عاملين حسابنا في زين، بس لا يعني انتشر قوي، فانا برده عايزه اسمه مميز بس ما يعني ما يكونش منتشر قوي. لو بنت كنا هنسميها جميله على فكره، تخيل كده جميله. بس قلت برده هيبقى حلو برده ان يبقى معانا ثلاثه غضنفر في البيت، يعني لو جه ولد ان شاء الله معانا ثلاث شباب في البيت، وانا وزوزو كده بقى مع بعضينا. يعني امبارح اخدتها خرجت تقابل اصحابها، دخلناهم مونكي ميز هنا، قابلت انا بقى مامتهم وكده اتعرفنا على بعض، لان هم بيموتوا في بعض من كي جي 1 وكي جي 2، وفي برايمري 1 بقى اتفرقوا عشان هي دخلت فرنش وهم دخلوا الماني. قصه كده يا جماعه، لا بصوا انا عندي حكاوي كتير قوي، انا مش متخيله بجد ان انا قاعده بصور نفسي احكي لكم على كل حاجه. فاحنا ممكن نقضيها الفيديوز اللي جايه بجد كافي توك لحد ما اجيب اخري في الرغي، وبعدين بقى ايه نبتدي نفكر ممكن نعمل ايه. لانه حتى لما قعدت كده مع نفسي وابتديت اقرا في الكتب ابتدى بقى ايه عقلي يرجع لي تاني، لاني كان بقالي بجد كتير ما بقراش، فتقريبا كان دماغي واقفه. فلما بقى رجعت اقرا وكده
يعني جات لي افكار بس كلها بقى حاجات ايه هادفه قوي وكده. السكين كير ده انا نسيته خلاص خلاص. تقدروا تشتبوني يعني تبقى ورا الثانيه بقى عشان بجد انا خلاص الكريم المرطب ما بحطهوش، مش لاقي اي حاجه، مش لاقي ريحه اي حاجه، مش متخيلين. فالمهم يعني فقابلناهم بقى وكده وخرجنا معاهم. لا يا جماعه انا عندي زهايمر بشكل مش طبيعي، انا بجد في الفويس الواحد بقعد اقول انا كنت بقول لك كده ليه؟ ها يعني بقعد كده انا كنت بحكي لك، انا كنت هقول لك حاجه بعد اللي انا بقوله وانسى. المهم يعني ان احنا قابلناهم وكده فانفصلوا عن بعض، اللي هو سليم وانس وزوزو عشان هي دخلت فرنش وهم دخلوا الماني. بقينا قابلناهم في مكميز. كنت بقول لكم كده ليه؟ انا خرجت امبارح ليه اصلا؟ لا 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 مش فاكره. انا كنت يعني كنت هقول لكم على حاجه في وسط الكلام. مش بصوا انا مش همنتش حاجه على فكره، يعني هو الفيديو زي ما هو كده هينزل زي ما هو كده، مش قادره منتش حاجه. ف يا جماعه مش عايز اطول عليكم اكتر من كده بجد، يعني كويس انتوا استحملتوني كل ده. انا كنت عايزه اقول لكم في بدايه الفيديو يعني اعملوا حاجه تشربوها، قوموا اعملوا حاجه يعني لقوا حاجه تعملوها عشان الفيديو هيبقى كله رغي، مش هوريكم حاجه وكده. فالفيديو الجاي مثلا ان شاء الله اللي هيبقى هوريكم حاجات اللي هو المشتريات وكده، عايزه افرجكم عليها وعلى الكتب. المهم كنت اقول لكم برده على الكتب ان هي يعني بدات الافكار تبقى هادفه. يا ربي عليا، انا مش فاكره كنت بقول ايه في ايه اصلا. المهم كل الافكار اللي عندي يعني جامده كده وهادفه، ماليش دعوه بالسكين كير. انا عايزه اقول لكم فقره العياد دي ثابته اصلا معانا كل يوم، فقره عياد ثابته. تعبت قوي، انا اول مره اتعب في حياتي كده، يعني تاني مره. اول مره كانت الكورونا اللي هي كانت في شهر واحد، دي كانت اكتر مره تعبت فيها في حياتي، دي تاني مره. انتوا مش متخيلين الايام اللي فاتت دي عدت عليا ازاي، بس انا مبسوطه مبسوطه قوي 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 ان انا صورت النهارده. مش متخيلين كنتوا وحشاني ازاي، يعني انا كنت بصور مع وليد ومع الاولاد بقى فيديوز على الفيس. بصوا لازم تتابعوني بجد على بيج الفيسبوك عشان عليها فيديوهات كده قصيره، وهما بقى كانوا مشجعيني، يعني هما الفلوجز والحاجات الخفيفه اللي معاهم دي شجعتني اصلا ان انا اصور، شايلين من عليا حمل ان انا اقعد قدام الكاميرا وان انا اجهز موضوع وكده. الفيديوز كانت لطيفه كده وخفيفه يعني فسهله، لكن ان انا اقعد كده قدام الكاميرا واصور كده ده يعني انا قلت خلاص، انا خلاص انتهيت، انا مش هصور تاني في حياتي. مش متخيلين الاكتئاب يعني اللي انا فيه. فالمهم يعني اشوفكم على خير ان شاء الله قريب، بس انتوا يعني تدعوا لي كتير بجد، تعبانه قوي قوي قوي. الحمد لله الحمد لله النهارده ان انا قمت كويسه وقدرت اخد الخطوه دي واصور، الحمد لله يا رب بجد. فمش عارفه اقول لكم، اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وفاتكم، لان مفيش اي افاده ولا اي استفاده ولا اي متعه في اللي انا بقوله ده. بس يعني انا عارفه الناس اللي هي بتحبني كده، بتحبني اللي هي بتشوفني بقى في الشارع مريم وحبيبتي وكده، هيبقوا قاعدين مستمتعين معايا بالقعده دي. الناس بتحبش الرغي زمانها اصلا، يعني عملت لي ان فولو اساسا وان سبسكرايب وكده. يلا مش مشكله، خليكم انتوا معايا كده احباب واسره في بعضينا. المهم يعني اهم حاجه تدعوا لي كتير كتير، تفكروا معايا في اسم ولد، بس ادعوا لي كده ان اشوفكم قريب على خير يا رب، وان انا ما اقطعش تاني بقى. وليه بيقول لي طب حتى صوري فيديو واحد في اليوم، ادي حاجه انت بتحبيها لما تعمليها تبقي كويسه. مش كويسه خالص، مش قادره، مفيش نفس، تقل تقل تقل، وطول الوقت غمامان، وطول الوقت عايزه ارجع، حتى لو برجعش بس انا عايزه ارجع. يا جماعه لا 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 لا، اصعب اصعب بجد حمل عدى عليا بجد. كل اللي فات ده حماده وده في كوم لوحده، يعني الشقي المجرم ده من قبل ما يجي المجرم. لا والدكتور بقى ايه لما اقول له مثلا ده برجع بالسبع تسع عشر مرات في اليوم، يقول لي ايه احمدي ربنا ده في ناس بتدخل المستشفيات من الترجيع ده. انت كده بتطمني يعني، انت كده يعني بتقول لي ان انا كويسه، احمد ربنا بجد. فاهمين انتوا اللي هو اقول ده انا تعبانه وعندي وكورونا مقرفاني من عيشتي يقول لي اصل انت في اول 3 شهور مش هقدر اديكي حاجه، والحمل الحمد لله ماشي كويس خلاص دي اهم حاجه. طب وانا كلبه يعني؟ الحمل ماشي كويس، طب وانا كلبه في ايه يعني؟ شوف لي اي ده، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه بجد. بروح كل مره الدكتور بقول اعمل اي حاجه، اديني اي حاجه، هو يديني الادويه ما خدهاش اصلا، مش قادره ابلع حاجه. يا جماعه لا مش هجيب لكم بجد اكتئاب وطاقه سلبيه اكتر من اللي انا حذفتها في وشكم دي. خلينا ايه نعمل فيديو المشتريات ان شاء الله، يبقى الفيديو اللي جاي وبعديها بجد نقضيها كافي توك كده. اصل يعني حوارات المدرسه برضو كده. لا يا جماعه انا بجد طولت قوي، داخله في نص ساعه. في حاجات كتير حصلت بس انا مش عارفه يعني، انا معظم الوقت قاعده في البيت، بنزل كل فين وفين وحين ومين، بس في حاجات كتير حصلت فانا عايزه احكيها لكم كلها. ف ادعولي بس ادعولي، مش هطول عليكم اكتر من كده بجد. خلاص خلاص بقى خلاص خلاص، يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام، توحشوني قوي توحشوني قوي. الحمد لله يا رب اني صورت النهارده، توحشوني لحد الفيديو الجاي. سلام.